اهلا وسهلا بكم من جديد. صوره البلد اليوم، صوره البلد اليوم باقلام الصحفيين بكاميراتهم على صدور الشهداء الذين ارتقوا نصره لروح الشهيد علي دوابش الذي لم يكمل العامين بعد، بشعارات المتظاهرين ايضا ودموع ذوي الشهداء. صباح هذا اليوم هي صوره البلد لهذا الصباح، صوره البلد اليوم لتظهر على الشاشه للمصور الصحفي علاء بدران الذي تواجد يعني في ساعات الفجر من الجريمة التي وقعت من قبل المستوطنين بإحراق المنزل. الصحفي علاء بدران بحث في ركام المنزل عن حاجيات الشهيد علي ليكشف لنا أن علي قتل قبل أن ينهي رضاعة الحليب. وجد أيضا بعضا من صور علي كما نشاهد على الشاشة، ونقل لنا صورة المنزل الذي لابد أن يبقى شاهدا على جريمة الحرق أمام العالم جميعا. علاء بدران يرافقنا لنسأل عن الصورة التي أيضا طبعت في ذاكرته ومن خلال عدسته. صباح الخير علاء، يعطيك العافية. صباح الخير، صباحك وصباح الخير للمشاهدين. علاء، متى وصلت لمكان لمنزل العائلة؟ تقريبا 4 الفجر، 4:10 وهذا بعد تأخير. يعني أنا خرجت الساعة 3:30 من المنزل، لكن مداخل البلد كانت مسكرة، يعني كان في طرق التفافية، فبالتالي وصلت 4:10. مداخل القرية كانت مغلقة من قبل جيش الاحتلال، بمعنى أنه كان في حواجز. المدخل الرئيسي للبلد كان مسكر بالجيش والشرطة الإسرائيلية، ولكن أحد سكان القرية يعني أعطانا طريق بديلي بعيد شوي، لكن هي كان لازم إنه نوصل، فبالتالي اضطريت للوصول من خلال هاي الطريق. طبعا داخل البلد نفسها لحظة الوصول كانت كمية كبيرة جدا من قوات الاحتلال اللي بتسكر كل مكان، لكن ومع ذلك كان هناك إصرار للوصول للمنزل بالرغم من انه ظلام، لكن بالنهايه الحدث كان اكبر من ان يتم الانتظار حتى ساعات الفجر الاولى. وبعض الصور المهمه جدا ايضا للحدث بشكل عام هي خرجت قبل موعدها، يعني في ساعات الظلام الاول. علاء، كشاهد عيان، انقل لنا ما سمعت وما شاهدت عند وصولك للمنزل، ماذا توقعت وماذا شاهدت على ارض الواقع؟ يعني هناك كان في شوية معلومات أولية، وعادة عند الذهاب لأي حدث في كل اللحظات في كل الأحداث اللي غطيتها وبغطوها زملائي دائما نبحث عن المعلومة قبل التصوير، لأن أهمية هذا الحدث كانت بصداعته بطبيعة الجريمة المرتكبة. فبالتالي ما كانتش الصورة هي مجرد منزل محترق، ما كانتش الصورة هي مجرد البحث عن مصابين، ما كانتش الصورة هي جنود احتلال مغلقين المنطقة. كان العنوان الرئيسي اللي في بالي اللي ببحث عنه أن هناك طفل رضيع فقد حياته، بالتالي كمصور صحفي بقصة مهمة يجب أن تخرج إلى العالم، وهي خرجت بقوة بالمناسبة، خرجت يعني بطريقة أكبر مما كان يمكن أن يتوقع أي صحفي أو أي مصور صحفي. بالتالي التفاصيل المتعلقة بالشهيد علي الله يرحمه كانت بالنسبة لي شيء مهم. بعد انتهاء الصور الرئيسيه او اللي احنا بنسميها الصور الخارجيه او الغير تفصيليه الخاصه في القصه، كان همي الدخول للغرفه اللي كان بنام فيها الشهيد الطفل الله يرحمه. فبالتالي كان الدخول يعني بالنسبه لي جدا هو مؤلم، ليس فقط كمصور صحفي انما كانسان. اول شيء كانت درجه الحراره عاليه جدا فيها، لانه كان في بقايا دخان ما زال موجود في داخل الغرفه. للحظة الأولى ما كنتش متمكن إني أصور، مش بسبب الدخان، بسبب صداعة المشهد، بسبب تفاصيل الطفولة اللي كانت موجودة، ملابس الطفل، الرضاعة شفتها بعد بساعات، يعني بالمناسبة بعد ما الناس أو أهل البيت بدأوا يحاولوا يزيلوا بعض الأشياء من البحث عن المقتنيات، فخرجت هاي الصور اللي هي سبحان الله ما كانتش محترقة بالكامل، والرضاعة ما كانتش محترقة، وكان هناك أيضا بنطلون صغير للشهيد أو لأخوه الله يشفيه كمان، فكانت هي موجوده بين التفاصيل. كمصور صحفي بالنسبه لي كان هذا هو العنوان اللي لازم يكون للصحف العالميه الوكالات الانباء اللي بشتغل معها. فبالتالي صوره الرضاعه اللي حضرتك بديتي فيها المقدمه، بحب احكي لك ان هي كانت صفحه اولى في 13 مجله عالميه هذا الصباح من نيويورك تايمز العالميه، اللي هي يعني تعتبر مش دائما بتكون صفحتها الاولى مخصصه لشيء متعلق بفلسطين او حتى بالمنطقه العربيه. فهذه الصوره مثلا كانت اليوم في نيويورك تايمز، كانت في واشنطن بوست، كانت في الجارديان، كانت في اكثر من مكان في العالم، هذا
التقرير عادة احنا نتلقاه بشكل يومي. التغطية كانت جدا مهمة، هذه التفاصيل لازم دائما نبحث عنها. المصور الفلسطيني يجب ان يكون قادر على البحث عن الصورة، ما بدي اسميها المؤثر، الصورة اللي تجبر على التأثير، وهذا شيء جدا كان مهم، لانه القصة ما كانتش بسيطة، الحدث ما كانش بسيط، فلازم يظل يحتل كل الأخبار العالمية، مش بس امبارح ولا بس اليوم، لازم تظهر القصة متواصلة. علاء قل لي، هل يعني وصلت للمكان بعدما تم انتشال وإخراج الجثث، أم أنه في لحظات الوصول كانوا على يعني ما زال يعني الجثث أو العائلة متواجدة داخل المنزل؟ لا، كانت العائلة تم إخراجها للتو، أعتقد أنه يعني سيارة الإسعاف التقيت فيها على منطقة قريبة من حاجز الزعفرة تقريبا، يعني بيني وبين الوصول كان 10 دقائق، لكن بالنهاية هناك صور دائما في الحدث كطفل محترق الجثة، يعني يجب أن لا تخرج بهذا الشكل، يجب أن نكون هذا ما أريد أن أسألك عن تعليقه، يعني من خلال تجربتك على وعمل أيضا مع سواء وسائل إعلام محلية أو حتى عالمية، هناك تباين في الآراء في وسائل الإعلام وحتى في مواقع التواصل الاجتماعي، وهنا أريد رأيك، يعني التباين على بث هذه الصور لإظهار الشناعة أو يعني احتراما لروح الشهيد وحتى لوضع الصحي الخاص بالعائلة، ما رأيك أنت علاء بهذا الموضوع؟ لا طبعا، انا الصوره كهذه ليس فقط انا والكثير من العاملين في هذه المهنه من لديهم يعني اخلاق مهنيه واخلاق انسانيه ايضا، صوره جثه محترقه يجب ان لا تخرج للعالم، يعني خلينا نقارن ونكون واضحين. قل لي لماذا كي تقنع المشاهد والجمهور، يعني ايضا ليس فقط العاملين في مجال الصحافه وانما ايضا مستخدمين وسائل الاعلام او مواقع التواصل الاجتماعي، قل لنا لماذا يجب ان لا نخرج مثل هذه الصور؟ الجواب ببساطة المقدمة اللي تفضلت فيها حضرتك، اللي هي صورة الرضاعة مع صورة شخصية للطفل، يعني سؤال بسيط، من كانت المؤثرة هذه الصورة؟ يعني الجواب بكل أريحية، صورة شخصية لإله مع أغراضه الشخصية اللي هي المفترض تكون ألعابه اليومية، هي اللي خرجت للعالم وهي اللي أحدثت القصة. وبالنهاية حتى نكون واقعين، لا يوجد أي وسيلة إعلام لا محلية ولا عربية ولا دولية تتقبل نشر جثة متفحمة. خلص الخبر يقول أن الطفل احترق، هذا كافي وهذا وصل إلى العالم، فبالتالي صورة الرضاعة، صورة الملابس، صور الشخصية بين ركام منزله، هذه تكون هي الرسالة الأقوى. وهذا أخيرا على أن المطور قبل المواطن أن نسيطر على مشاعر المواطنين أو الناشرين عبر برامج التواصل، يعني هذا شيء صعب. ولكن أشرت إلى نقطة مهمة أيضا، مطلوب من الأشخاص يفكروا في هاي الناحية حتى لو ما كانوش عاملين في وسائل الإعلام. علاء أخيرا، هل سمعت قصة أو رواية مهم برأيك أن تشاركها للجمهور في هذا الصباح أثناء تواجدك في المكان؟ يعني هل هناك قصة أثرت أو تأثرت بها، سمعتها من أحد الأشخاص أو المقربين للعائلة، بإمكانك نقلها الآن للجمهور المتابع لقضية عائلة دوابش؟ تفضل. نعم، احد شهود العيان وهو واحد من الجيران يعني روى لي قصه في وقت متاخر من مساء امس، بان الوالد خرج كان قادر على 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 المشي وكان يصرخ انه اولادي جوا، فرجع مره ثانيه مع الناس الاب لمحاوله اخراج واحد من اولاده، لهذا السبب هو اصيب لاحقا بجراحه اكثر من الجراحه الاولى. نتخيل هذا الموقف ببساطه، نتخيل انسان بحاول ينقذ عائلته من حدث هو ما كانش مدرك شو اللي عمله بيصير، وهو الشاهد، الاب هو اللي قال لهم، يعني وهم بينقذوا في حالات الانقاذ اللي ما استمرتش دقائق، كان بيحكي لهم حدا رمى علينا شيء، فبالتالي يعني هو كان في حاله صعبه، وهمه الرئيسي هو ينقذ اطفاله. نتمنى له الشفاء. شكرا لك علاء، وانت جزء من يعني اثبت انه لابد من محاسبه المجرمين والارهابيين في حرق منزل عائله دوابش.